أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الثلاث الموافق 26 سبتمبر، 26 أيلول، 26 تسعة 2023. برج الجدي هتضع الحجج الغبية بشكل جانبي وهتبتدي تكتذب كتير من الأشخاص اللي حواليك غير المرغوب فيهم في اليوم ده، فحاول تبذل قصاري جهدك عشان تتجنبهم. هتأدي بالتدفقات الكوكبية لأنها ترفع معنوياتك مرة تانية. هتتعلم أنك على الطريق الصح، ما تجبرش نفسك علشان تتجول من مكان لمكان، أنت بحاجة بس أنك تعيد تركيزك على نفسك في محيطك الهادي. توقعات برج الدلو، مزاجك الخفيف هيخليك أكتر شعبية من أي وقت مضى عندك، هيبقى كويس جدا لكل العلاقات. هتاخد نفس عميق هيساعدك في انك تعثر على الهدوء اللي انت بتحتاجه. لكل العمليات اللي عندك فيها اعادة تنظيم بتجريها. اللحظة دي هتبقى مناسبة جدا لو حبيت تاخد قرار كبير، هتبقى رؤيتك واسعة لنطاقك وعقلة جدا، فما تترددش مهما كنت بتعمل. توقعات برج الحوت، هتبقى اكتر ميل انك تهتم بمخاوف الاشخاص اللي حواليك وهتقدم دعمك ليهم. هتتأكد من انك بتحصل على كتير من الفيتامينات. عندك شهر النهاردة في نشاط كبير جدا ليك، هتحتاج لكل الطاقة اللي ممكن تحصل عليها. مش هتتحمل شوية عادات خاصة ممكن تبقى بعد الان، مش هتتعرض غريزتك بشكل كبير وهتغير اللي مفروض تغيره في يومك.